صباح الهنا والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في يوم جديد وحلقة جديدة وصباح مي بصبح على حضراتكم وعلى زمايلي خلف الكاميرات وعلى زميلي مايكل اللي هنتشارك تقديم الحلقة النهاردة. صباح الخير يا مايكل. صباح الخير يا نرمين وصباح الخير أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صباح مي وحلقة النهاردة الأربعاء الموافق 19/7 لعام 2023. يا رب الأيام كلها تكون بخير وسعادة على كل الناس، وعايز أقول في البداية كن كما أنت، وإذا أردت أن تكون سعيداً فعليك أولاً أن تعرف معنى السعادة. فقرتنا إيه النهاردة نرمين؟ هنبدأ مع حضراتكم زي ما احنا متعودين بأولى فقراتنا، وهي الفقرة الإخبارية اللي بنتابع فيها نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهم الأحداث اللي حصلت بالأمس. وفقرتنا الثانية هتكون فقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بسعدنا وشرفنا يكون موجود معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الأحمدي. فقرتنا الثالثة والأخيرة هتكون فقرة اقتصادية شوية. احنا هنتكلم النهاردة عن، يعني بنسمع كتير برنامج الطروحات. ايه هو برنامج الطروحات؟ رئيس الوزراء في فبراير الماضي أعلن عن برنامج الطروحات، وده جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة، والمفروض ان هو كانت يعني يتم استكمال البرنامج في 30 يونيو، ويعني نعلن او تعلن الوزارة عن او الحكومة عموما عن النتائج اللي وصل ليها برنامج الطروحات، وهو كان بمشاركة المفروض 32 شركة، وإن هي إزاي الشركات دي تدخل في البورصة وإزاي تكون مشتركة في الاقتصاد وفي الاستثمار، يعني مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار. هنتكلم النهاردة عن برنامج الطروحات في فقرتنا الثالثة مع دكتور أسامة مرزوق خبير التشريعات الاقتصادية والتجارية، لكن خلونا بعد الفاصل نبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا وهي الفقرة الإخبارية. خليكم معنا. مرحبا بحضراتكم من جديد، وبنقول مع بعض تنويه: تحت رعاية قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشريكه في الخدمة الرسولية حضرة صاحب النيافة الأنبا أرمية الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي وقناة ميسات، دعوة للباحثين لتقديم أبحاث في المؤتمر العلمي الذي ينظمه المركز للاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث. ده يكون من الفترة من 31 يوليو ل 3 أغسطس من العام الحالي بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. المؤتمر بيأتي ضمن العديد من الفعاليات اللي بيقيمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث. للتعرف أكثر على شروط الأبحاث ومحاورها المتعددة، ممكن حضراتكم تقوموا بزيارة صفحة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وتشوفوا المواعيد اللي هيتم فيها إرسال الأبحاث، وهي بحد أقصى 22 يوليو 2023، مرفق معاها استمارة التقدم للمؤتمر والأوراق المطلوبة. احنا هنخرج نتابع البرومو ونرجع لحضراتكم مرة تانية. تحت رعاية قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرمية الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ميسات، يتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بدعوة الباحثين لتقديم أبحاث في المؤتمر العلمي الذي ينظمه المركز للاحتفال بمئوية ميلاد مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، وذلك في الأول والثاني من أغسطس من هذا العام بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. يأتي هذا المؤتمر ضمن العديد من الفعاليات التي يقيمها المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للاحتفال بمئوية ميلاد البابا شنودة الثالث. للتعرف على شروط الأبحاث ومحاورها المتعددة، تفضلوا بزيارة صفحة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. مواعيد مهمة: إرسال ملخص البحث باللغتين العربية والإنجليزية في حدود 200 إلى 400 كلمة، إرسال البحث في شكله النهائي بحد أقصى يوم 22 من يوليو من هذا العام، مرفق معه استمارة التقدم للمؤتمر والأوراق المطلوبة. للتواصل والاستفسارات
أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم فقرتنا الإخبارية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. احنا هنخرج نتابع التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية والتوسع في شبكة الخطوط الجوية وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا، بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، لاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجغرافي لمصر، وعلى النحو الذي يعزز التكامل بين قطاعي الطيران والسياحة ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي. برحب بحضراتكم من جديد، وناخد مع بعض الخبر الأول. بعد تكرار حوادث انهيار العقارات، تحرك من البرلمان للحفاظ على أرواح المواطنين يأتي ذلك على غرار انهيار العقارات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة في عدد من المحافظات. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا الهاتف النائب المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب. صباح خير مع النائب. صباح الخير أستاذ مايكل، أهلا بحضرتك. دايما منورنا في صباح مية فندم. بتشرف بحضراتكم دايما يا فندم. احنا شفنا في الفترة الأخيرة، مش هنقول كلمة ظاهرة لأن كلمة ظاهرة دي كلمة كبيرة، ولكن شفنا في عدد كبير من العمارات كانت بتنهار في عدد من المحافظات، وأنا مش عاوز أقول في محافظة بعينها، لأن فترة من فترات كانت محافظة الإسكندرية تتصدر المشهد في انهيار عمارات كتيرة قوي. عايز أعرف البداية معالي النائب، يعني لما حضرتك فكرت تعرض الموضوع في البرلمان نظرا لان الموضوع بقى زياده، الفكره بدات ازاي وايه اللي هيتم من شان هذا الموضوع؟ طبعا في البدايه معزي نفسنا وكل اهالي الضحايا في العماره الاخيره او اي عقار بيحصل فيه انهيار، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الحقيقه الموضوع ده هو موضوع مكرر، مش ظاهرة زي ما حضرتك قلت، لكنه أمر يحتاج التوقف ونشوف نعالجه إزاي. صحيح. سواء بتعديلات تشريعية أو غيرها، لأنه في الحقيقة يعني في القانون، قانون البناء، فيه يعني مواد بتتكلم على التعامل مع الظواهر دي، التعامل مع إزالة العقارات اللي هي متعرضة لانهيار. يعني في نصوص حالية بتنظم ده، وكنا ناقشنا كمان مقترحات إضافية لتحسين القانون، لكن الأمر موجود وفي مخالفات بتبقى واجبة الإزالة، يجب إن احنا نتعامل معاها بصورة جيدة. يعني لو مبنى بدون ترخيص ده أمر محطوط إن هو يستاهل الإزالة، وفي حاجات لازم يحصل فيها تعامل، لو في مخالفة لقيود الارتفاعات، لو في مخالفة لأماكن إيواء السيارات، لو في مخالفة لبنى على أرض زراعية خارج الأحوزة، لو في مخالفة لخطوط التنظيم، لو في مخالفة لأراضي خاضعة لمثلا زي حماية الآثار وهكذا. ففي نصوص
يتبقى انها تتطبق ويتبقى ان يبقى في نظام، بس يبقى نظام عادل صحيح. على الجميع، يتطبق على الجميع بنفس الطريقة ونفس المساواة. تحياتي لحضرتك سيادة النائب. اهلا بحضرتك. يعني بتبقى فيه، اهلا بحضرتك، بتبقى فيه مباني زي ما حضرتك ذكرت جاي لها قرارات إزالة وما بيتمش تنفيذ هذه القرارات، بيقع على مين يعني قانونيا الحكم؟ قانونيا بيبقى على مين؟ على مالك العقار ولا على اللي ما نفذش القرار ولا على مين؟ مين اللي بيتحاسب؟ بص حضرتك، المسؤولية تضامنية، يعني بداية من اللي ينفذ او المالك والمقاول اللي معاه، زائد الجهات العديدة اللي بداية من الترخيص مرورا بالإنشاء ومتابعته، مرورا بالمخالفة اللي حصلت بره الترخيص، مرورا بعد كده بقرار الإزالة والتراخي. في الخطوات دي كلها بقى لو في تراخي بيؤدي إلى انهيار عقار محطوط له، سواء محطوط له إزالة أو بيحصل أمر مفاجئ. طبعا يعني البطل في القصة، البطل السيء في القصة دي هو في الغالب الحي اللي بيتم فيه الأمر ده، لأنه في البداية سمح بمخالفة وتركها، ثم في النهاية الإزالة لم ينفذها، ثم يعني سابوا الموضوع لحد ما حصل انهيار للعقار. وفي الأمر ده برضو محتاج أقول نقطة مهمة، لأنه يعني في كثير من المسؤولين يعني مش على دراية بده حضرتك، في مسألة الإزالة ما ينفعش برضو، أنا مش بتكلم هنا على عقار معرض للانهيار، لو عقار عادي مش معرض للانهيار اتبنى من سنوات كثيرة، بتلاقي فجأة كده يطلع قرار إزالة ويروحوا يزيلوا. المحكمة الإدارية أصدرت أحكام في هذا الأمر إنه لا يجوز وغير مبرر الإزالة لعقار، أنا مش بتكلم هنا عن عقار معرض للانهيار، لا عقار عادي، بعد سنوات من الإنشاء، لأنه بما إنك سبته سنين ولم تتخذ ضده إجراء عشرات السنين، إذن استقرت مراكز قانونية ما يجبش إن احنا نهزها. ده أمر يخص الإزالات لكن مش العقارات اللي قبل الانهيار، العقارات العادية. صحيح. إن كان في إزالات وإحنا مع تطبيق القانون، لكن ما ينفعش الجهة الإدارية تسكت سنين طويلة وتيجي فجأة تقول هنزيل. ده شق. الشق التاني العقارات اللي معرضة للانهيار، لا ده لازم يحصل فيها إخلاء حفاظا على أرواح الناس، ولازم يتم اتخاذ إجراء لأنه أرواح الناس مهمة جدا وما ينفعش التساهل فيها. صحيح. معالي النائب، أنا يعني في سؤال كده، بالنسبة للعقارات اللي معرضة للانهيار أو في واخدة إزالات، وحضرتك قبل كده أشرت لنقطة مهمة جدا، إن بيبقى عدد المسؤولين في الحي بيكون قليل جدا سواء مهندسين، وإحنا بنشوف ده كمان في إصدار التراخيص بيبقى فيه تباطؤ جدا، وأيضا كمان في الإزالات. وعايزين حضرتك تشيد بنا يعني تقول لنا قصة إزاي هنتعامل مع نقص عدد المهندسين اللي بيبقى موجود دايما في الحي. بص حضرتك، إحنا في النقطة دي أمر واضح جدا، إحنا لما نتكلم إنه حي مثلا أيا كان، مش عايز أسمي أحياء بعينها لكن أنا بتكلم بصفة عامة، حي مسؤول عن عدد مواطنين يسكنوا فيه 800-900 ألف، مليون، ويبقى الإدارة الهندسية بتاعته عبارة عن 3 أو 4 مهندسين. صحيح. إمتى هيتابعوا الإنشاءات وإمتى هيراجعوا على المباني القائمة وإمتى هيشوفوا شغلهم؟ الأمر في منتهى الصعوبة أو الاستحالة، الأمر يحتاج إلى تعيينات بوضوح كده في الجهاز الإداري، في الأحياء، في عشان يقوموا بدورهم. في أماكن فيها زيادة في الأعداد وفي أماكن فيها عكس الزيادة، ده اللي ممكن يعني المسؤولين لما بيتكلموا أصل في ترهل في الجهاز الإداري، طبعا فيه، لكن في ترهل في أماكن وفي أماكن تانية لا فيها عجز، يجب إن إحنا نسد العجز، ما ناخدش عاطل في باطل ونقول إنه إن إحنا هنقلل العدد، لا إحنا محتاجين إعادة نظر في الأمر ده لإعادة الانضباط لقطاع العقارات بصفة عامة، وبرضه
نحط برضو على الجانب الآخر تسهيل إجراءات التراخيص تساعد إن الناس ما تخالفش. صحيح. إن حضرتك لما يطلع إجراء ترخيص والناس تروح عشان ترخص وتعيش حياتها في الأحياء و و و لسنة واثنين عشان يطلع رخصة، الناس بتزهق وحاجة يعني، وبتدي مؤشر سيء لصورة الاقتصاد المصري. الأمر محتاج إعادة نظر عشان نحسن الصورة دي ونطورها، يبقى في محاسبة بس بعد ما قدمت تسهيلات حقيقية للناس. معالي النائب، عايز استغل وجود حضرتك وعايز اسال بالمره على موضوع التراخيص. هل وتيره اصدار التراخيص بقت اسرع شويه؟ هل الموضوع فيه تغيير ولا الموضوع ما زال قائم بنفس البطء؟ لا، للاسف الشديد حضرتك احنا بنتكلم في اخر 3 سنين. عدد التراخيص اللي صدرت تقريبا 1267 طبقا لاخر بيان، وده بيقول تقريبا ان احنا في اليوم بنصدر ترخيص ونص. ولما اتكلم انه عدد بس قطع الأراضي الفضاء طبقا لآخر تصريح حضرته في اجتماعات رسمية كان حوالي 400,000 قطعة، والناس دي مفترض تشرع في البناء ولكنها محجمة عن ده، وده العدد يبقى 1,000 وشوية في 3 سنوات. الأمر يعني محتاج إعادة نظر. صحيح. اشتراطات البناء اللي اتحطت من سنتين وشوية واضح جدا انها لم تحقق المطلوب منها. صحيح. والناس احجمت، فدي محتاجة اعادة نظر علشان نمنع مخالفات. لازم نشوف الناس بتخالف ليه، والتراخيص ليه فيها صعوبات وليه بتاخد شهور وسنين، نمنع ده ونحاسب بعد كده علشان نسهل في الاول، ونقدر بعد كده نقول لا، ده التراخيص بدل ما هي بتطلع في سنة وسنتين، لا دي هتطلع في شهر فقط، فيبقى المواطن ما يعني شايف انه بالبلدي كده من جهة ما عندوش حجة، وفي نفس الوقت بقت الدنيا بالنسبة له اسهل، فيقدر يمشي في الاجراء بدون ما يتعرض لابتزاز من هنا وهناك، ويبقى حاسس ان هو الترخيص اللي بيطلع برقم ما ينفعش على ما يخلصه يبقى دفع 3-4 أضعاف الرقم. صحيح. نتمنى الإجراءات يعني تبقى أسرع شوية. بشكر معالي النائب المهندس أهاب منصور عضو مجلس النواب. مكملين مع حضراتكم مشاهدينا فقرة الأخبار، لكن بعد الفاصل. اللي شايفه حلم أو خيال، أوصف الجمال ده قول في إيه؟ اللي جه وشاف ده كله قال بصوا شوفوا مصر عاملة إيه؟ ده اللي شايفه خيال. شايفه
دنيا تانية حلوة بتناديك. بصوا شوفوا مصر عاملة ايه، ده اللي شايفه خيال واخد قلبي وعيني. الجمال ده يا عيني جنة ولا عالبال. اللي شايفه أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. كل بلد بتتميز بحاجة معينة. مصر فيها حاجات كتيرة جدا بتتميز بيها غير الأثار، في أكلات وفي حاجات مصر أو المصريين بيشتهروا بيها أو بيشتهروا بيها، يعني إحنا في عندنا حاجات مش موجودة في حتة تانية. علشان كده المتحف القومي أطلق مبادرة طبلية مصر. المبادرة دي اختتمت أعمالها أو اختتمت الموسم الأول ليها لإحياء الأكلات الشعبية المصرية، وده كان وسط إقبال كبير من الجماهير الدارسين والباحثين وأساتذة الجامعات وعشاق التراث المصري والمهتمين بيه. احنا التفاصيل أكتر هتكون معانا دكتورة سحر عبد الرحمن، مدير مكتبة المتحف القومي للحضارة المصرية والمسؤول عن مبادرة طبلية مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا استاذه ميمين، وصباح على الجمهور المشاهدين. صباح الخير دكتوره منورانا يا فندم. في صباح مين؟ صباح الخير مستر مايكل، ازاي صحتك؟ تمام يا فندم، اهلا بحضرتك يا فندم. في 19 فبراير الماضي تم اطلاق المبادره طبليه مصر، وهي اسمها مميز جدا. عايزين حضرتك تشرحيه لنا، وعايزين تقول لنا يعني ايه بقى احياء الاكلات المصريه القديمه وتعريف السياح بالاكلات المصريه كنوع من السياح. وفعلا في فبراير اللي فات احنا عملنا مبادرة واخترنا تسميتها بعد، يعني احنا وضعنا عدد من المسميات، لكن في الاخر وبيسين على مسمى طبلية مصر. يعني هو كمعلوم يعني ان الطبلية معروفة في التراث المصري، اللي هي عبارة عن المنضدة للطعام بس قصيرة شوية، رجليها صغيرة، تاخد شكل دائري. انا كان يهمني الشكل الدائري ليه بقى؟ علشان بنلاحظ كل افراد الاسره الواحده بيقعدوا حواليها، يعني انا قاعده وشايفه والدي او والدي بسيطني جنب اخويا امي، فاهم ازاي؟ كلنا قاعدين على الارض اثناء وجبه واحده او وجبات الطعام كلها خلال اليوم. ولان احنا عشان انا دارسه مصري قديم، مفهوم الدائر عند المصري القديم يعني معناها الابديه، يعني نقطه الدائره طبعا معروفه هندسيا انها ما لهاش نقطه بدايه ولا نقطه نهايه. فمجرد ان احنا بنلبس حوالين الطبليه المدوره ملفوفه، يعني احنا بنلتف مع بعض بجميع طوائفنا مرتبطين ان شاء الله الى يوم الدين. صحيح. دكتورة عايز أسأل بقى، المبادرة دي والطبلية دي هيكون عليها إيه؟ يعني إيه أشهر الأكلات اللي بتميز مصر عن باقي البلدان التانية؟ كل الأكلات على فكرة. يعني هو لأن بيبقى ليها الطابع المصري، أو بنحط زي ما بيتقال التاتش المصري. يعني حتى إيه يعني بيستخدموا وبيقعدوا في مصر ويتمصروا بياخدوا بيبقى معاهم أكلاتهم. صحيح. لا بنحط احنا عليها حاجه بيبقى هي دي الطعم ده المصري او الطعم ده في مصر. اصل يعني احنا دكتوره دايما نقول مثلا مصر يعني كشري، يعني فول وطعميه دايما يعني. وفول وكل حاجه، يعني وحضرتك ممكن وتقول يعني مع ان المحشيات مش مصريه اساسا، يعني احنا لو دورنا المنبع بتاعها، لكن احنا نقول حله محشي. صحيح. معروفه دي بتاعت مصر. ايوه صح. يعني فهو يعني كل الاكل الحمد لله موجود في كل حته، بس احنا بنينا بنقول الاكل في مصر بيبقى له طعم، بس اللي احنا بنحاول ان احنا ننفع اليه في خلال هذه المبادره ان احنا يعني ناثرها، يعني ناثر ونشوف جذورها جايه منين، سواء من الخارج سواء من الداخل، وفي نفس الوقت عايزين برضو نوثقها عالميا. طب يا فندم، خلال الموسم الاولاني يعني فكره اصلا الترويج للسياحه من خلال الاكل او من خلال ان انا اجذب السياح عن طريق بعدته بقى تماما عن الترويج للسياحه عن الترويج المعتاد
ورحتوا لحتة تانية خالص، كان الدنيا عاملة ازاي او الاقبال او النتائج اللي وصلها الموسم الاول؟ هقول لحضرتك استاذ نورمين، احنا عندنا لما اشتغلنا على المبادره طبعا احنا سبقنا مبادرات اخرى، يعني في مبادرات خاصه بالاكل وتوثيقه وليها مسميات اخرى، لكن احنا اختلفنا عن الاخر بان احنا اشتغلنا على محاور. يعني احنا مثلا الموسم الاول في محاور معينه اشتغلنا عليها زي محور تراثي، ازاي نحافظ على الاكلات المصريه من الاندثار، الاكلات التراثيه الشعبيه يعني عارفه ازاي، ويناسبها مع العصر، ده عن طريق الإعلام. مثلا محور توعوي أو انتمائي، ده بنحاول بصراحة يعني نحاول محو أمية الأسرة المصرية بالنسبة للأكلات والغذاء المصري يعني خلال العصور كلها. ده عن طريق بقى إن احنا نعرفهم الأصل والتواصل، يعني تأصيل وتواصل. ده بقى عن طريق المحاضرات وورش العمل اللي عملناها للأطفال. في محور كمان اشتغلنا عليه المحور الاقتصادي والتزاوج بالاشتراك مع أكاديمية البحوث العلمية. وفي محور بقى اللي هو احنا بنشتغل عليه الموسم، هنبتدي نشتغل عليه في الموسم الثاني اللي هو التسجيل، محاوله تسجيل وتوثيق الاكلات المصريه الشعبيه لدى المنظمات الدوليه ان شاء الله. وهو ده سؤالي ليك يا دكتوره، يعني كلمه الموسم الاول، هيكون في مواسم بعد كده؟ يعني دي بدايه وبعد كده الموضوع هيكون ممتد. وبتكلم كمان عايزين نعرف من حضرتك باستفاضه الندوات والورش، والورش دي حضرتك قلت للاطفال ولا كمان كانت للكبار؟ ده كان في ورش للاطفال. هو هقول لحضرتك احنا يعني نقول الموسم الاول ده كان عباره عن مقدمه. عايزين نعمل زي نقول كده بالمصري كده فرشه علشان الناس تبقى عارفه الى حد ما يعني من النتائج. احنا رصدنا النتائج وعملنا احصائيات، رصدنا ان في 40% من جمهوريه مصر العربيه، يعني احنا اصلا ثلاث محافظات، القاهره الكبرى، المنيا، اسكندريه. وانا سالت يعني بعينات عشوائيه عفوا في اللفظ، بس يعني غير مرتبه، من بقاله، من علافه، من يعني خضار، من كوافيرات، من يعني فاهم ازاي حضرتك، لقيت ان تقريبا 40% نسبه سمعوا بالطبليه وسمعوا يعني الاكل وعارفين الاكل، بس يعني ده شيء طيب. يعني احنا بنعمل بنشوف رد فعل الموسم الاول عشان نشتغل على الموسم الثاني في جهه اخرى، اللي هي عايزين نوثق ونوصل الاكلات ديت للمنظمات الدوليه بحيث ان ايه ما يبقاش في اخر ياخدها وينسبها له. يعني حضرتك فاحنا اشتغلنا على محاضرات، طبعا دي المحاضرات ديت كانت للتثقيف، والقاها صراحه على فكره من علماء مختلفين واساتذه اكاديميين جميع التخصصات، يعني في كل التخصصات تقريبا. وكمان عندنا اشتغلنا على ورشه عمل كانت اكتر من رائعه وكانت ايجابيه جدا جدا للاطفال، وسميناها ورشه الشيف الصغير. ودي هقول لحضرتك ان احنا الوصفه الوحيده اللي سابها لي جدي المصري في مقبرته في طيبه، الوصفه الوحيده للاكل كانت ازاي نعمل كيكه حب العزيز من دقيق حب العزيز. فاستحضرنا الصور بتاعه المقبره وشرحناها للاطفال، وكان الحمد لله كان في حضور جميل من الاطفال عندهم استعداد انهم ده احنا عايزين شرح للكبار كمان يا دكتوره مش للصغيرين بس. ما هو الصغير هيقول لماما وماما هتيجي، ما هي كله كان جاي مع ماما طبعا. صحيح. فديت ان شاء الله بنحاول ان احنا نحطها نزلتها يعني في الموسم القادم، ان احنا يبقى في عمليه توعيه وعمل ورش عمل، يعني احنا بنعلم ازاي في المتحف ازاي الام تعمل اعمال حرفيه حلوه. هنعمل برضه الطبخ، بس دي امكانيات ان احنا ما عندناش استعداد لعمل اكل في المتحف، يعني فاهم ازاي؟ لازم نروح عند مطعم هو يعني نشتغل عنده. المهم فبالنسبه للورشه ديت لقت بس طيب جدا، لان احنا استحضرنا جبنا حب العزيز مع انه خلاص يعني تقريبا انضطر الحبه نفسها، الضرنه نفسها، وجبناها ودقيناها وجبنا دقيق جاهز وعملنا الوصفه زي ما مرسومه بالظبط في المقبره. أيوة. ولقت استحسان والحمد لله. طبعا في برضه مش هقدر انسى ان احنا تعاوننا مع ساده دكاتره كانوا عاملين وقائمين ولسه بيعملوا موسوعه اسمها موسوعه الغذاء المصري الشعبي. دي اكثر من رائعه، هي المفروض تصدر في خمس اجزاء، صدر منها حتى الان ثلاث اجزاء. دي صادره من اكاديميه البحوث العلميه. واخترنا منها 13 اكله علشان خاطر احنا عايزين كنا نوثقها خلال وسائل الاعلام. يعني كان في دخله رمضان. وفعلا اشتغلنا على بعض البرامج اللي هي بتاعت الطهي لانها بتزيد قوي في فتره رمضان،
واستحضرنا السيدات العاملات في الأقاليم المصرية والمحافظات المصرية، يعني مش عفوا على عيني وعلى راس الطهاة ومشهورين وكل حاجة، بس كان نفسنا ان احنا نوصل السيدة اللي بتشاهد البرنامج تحس بريحة الست وهي بتشتغل، أم محمد والست فاتن من الأقصر ومن المحافظات الأطراف زي سينا وسيوة ويعني الحتة ديت. فاحنا جبنا الناس دول مع الطهاء في البرامج واخترنا لهم أكلات منها، مثلا حاجة يعني الويكا أو البانيا بالعكس دي مشهورة جدا في الجنوب مثلا. صحيح. كان ازاي؟ فابتدينا ان احنا نشتغل دي تعتبر من انشطه المبادره. وغير كده بقى قدمنا وجبات شعبيه واكلات طيبه زي الكشري زي حضرتك كده، وزي الويكا وزي العيش الشامسي والفطير. أيوة. ده خلال يعني خلال اشهر مطاعم عندنا متخصصه في مصر قدموها للجمهور اللي كان بيحضر. أيوة. المحاضره. دكتور صخر عبد الرحمن، يعني هي فكرة جميلة ومختلفة ومميزة، ويعني يعني الناس ممكن ان انا ايه يعني مش كتير احب ان انا اقرا كتاب عن الاثار، مش كتير ان انا احب ان انا اروح مثلا متحف، لكن فكرة زي دي مختلفة وخارج الصندوق تجذبني ان انا اعرف عن اثار البلد او عن او عن تاريخ البلد اللي انا اشوفها. هقول لحضرتك على حاجه وتقولي معلش، يعني هو انا لما يعني نفسي يعني انا بسال ناس مختلفين من المصريين، انتوا ايه السؤال انتوا عايزينه من الاثار؟ يعني غير انك هتروح هرم او متحف وتتفرج، بيسالوا طب هما كانوا بياكلوا ازاي؟ بيناموا ازاي؟ بيلبسوا ازاي؟ الشتا فعلا بيلبسوا كده زي ما هما لابسين في الصور، يعني مجرد يعني حاجات خفيفه، بيسالوا اسئله. ما هو ده طبيعي، عايز ياخد آلة الزمن ويرجع لايه؟ لمصر القديمه، عايز يتعايش مع جده عشان يبقى منتمي اكتر. فهي انك انت تعرف الاكله عن طريق انك تقرا او تسمع او تقعد مع محاضره او ندوه ما بتتكلم عن الموضوع دوت، هتوصل انك انت تروح الاثر بقى وتروح تشوف بقى المقابر والمعابد والفهم زي والمتاحف وما الى ذلك. فالتراث الغير مادي هيوصلك للتراث المادي بطريق غير مباشر. صحيح. قبل ما اقفل مع حضراتكم، بس انا كان في بالنسبه للموضوع خاص بال الموسم الثاني ده، هنركز بس على جزئيه معينه في الموسم الثاني، ان احنا عايزين نفتح ملفات جابهناها اللي هو ازاي الخاص اللي خاصه بالملكيه الفكريه. ما دي اللي هتفضلنا ان احنا نقدر نوثق ونسجل الاكلات المصريه التراثيه. فاحنا لازم نفتح ملفات خاصه بالموضوع دوت، ونتعاون مع الجهات المعنيه في الشان دوت برضو، ويبقى لنا قاعده بيانات محترمه برضو عن الوجبات المصريه والجزاء المصري ان شاء الله. يعني مزيد من النجاح. دكتوره صخر عبد الرحمن، مدير مكتبه المتحف القومي للحضاره المصريه والمسؤول عن مبادره تبليط مصر، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. اعزائي المشاهدين، دلوقتي نطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا. We'll be right back.
برحب بحضراتكم من جديد، والخبر اللي بعده بس في البداية نقول مبروك للأهلي. ألاف مشجعي في مباراة تتويج الأهلي بالدرع الدوري العاشر اليوم فقد تقرر حضور 10,000 مشجع للمباراة. طبعا دي حاجة مبهجة جدا وحاجة سعيدة ان المباراة يكون فيها جمهور، يعني خدنا فترة ان احنا محرومين ويكون الاستاد يكون فاضي، وطبعا وجود مشجعين بيبقى فيه روح كده وجو جميل. زي ما قلنا 10,000 مشجع. الماتش هيكون ما بين الأهلي وحرس الحدود اليوم باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الأسبوع 33 بالدور الممتاز. وعشان نعرف تفاصيل أكتر معنا على الهاتف أستاذنا كلنا الدكتور مدحت رشدي نائب رئيس تحرير أخبار اليوم والمحلل الرياضي. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا زميلي كده بيك وأنا من الأستاذ جرمين، وشرف لي وسعادة وجودي معاكم على الهواء هذه القناة الوطنية الجميلة والعظيمة. ربنا يخليك يا دكتور. في البداية بقول لحضرتك مبروك، رغم ان انا زملكاوي انا والمخرج، ولكن احنا بنقول مبروك. مبروك مبروك طبعا لكل مجتهد، مبروك لاي حد بيرسم البهجة والسعادة، لان طبعا الاهلي معروف ان هو لما بيحقق بطولات بيبقى يعني تاجر السعادة للكرة المصرية، اذا كان بيحققها برا مصر في البطولات القارية أو العربية أو حتى عالميا في يعني كأس العالم للأندية، وكذلك الزمالك صحيح كذا وأي نادي آخر طبعا بالتأكيد. دكتور نسألك النهاردة عن مباراة اليوم، وإن شاء الله أنا مش عايز أقول بس يعني أبدأ بتوقعات، بس أبدأ المباراة هتكون إمتى النهاردة يا دكتور؟ وإحنا عرفنا إن هي في استاد القاهرة، والخبر المفرح وجود جمهور، يعني نتمنى طبعا يعني في المباراة القادمة بإذن الله يكون في جمهور أكتر، بس البداية مش وحشة، وإن شاء الله يكون دي رسالة نقول للناس ان هي دي الرياضة، الفوز والخسارة ده مسألة نسبية لكل ماتش. يعني بص حاليا طبعا المباراة معادها في استاد القاهرة الساعة 8:30 مساء بعد ما تم الاتفاق ما بين اتحاد الكورة والاهلي ونادي حرس الحدود على عمل هذه المباراة في ظل اجواء احتفالية. صحيح. فيعني دي شيء يعني طيب في وجود 10,000 متفرج او مشاهد او مشجع للنادي الاهلي، برغم ان الاهلي كان طالب بساعة كاملة للاستاد، ولكن ده شيء كويس برضو ان في 10,000 من الجماهير. دي نقطة مهمة طبعا المباراة النهاردة عشان بس الناس تبقى فاهمة ما بين فريقين لناديين عريقين جدا جدا. صحيح. لسبب بسيط، الاهلي تأسس في 24 ابريل 1907، الحرس الحدود تأسس سنة 1932. الأهلي حتى الآن 147 بطولة محليا وأفريقيا وعربيا، وكمان يعني كمان عندنا 43 دوري. وحرس الحدود ما ننساش إن هو فريق عريق وقدم للكرة المصرية نجوم كبار جدا جدا على مستوى تاريخه منذ إنشاءه حتى الآن. له في رصيده 2 كاس مصر 2009-2010 و1 كاس سوبر 2009. وهذا النادي ينتمي إلى المؤسسة العسكرية العريقة المصرية. دكتور مدحت، طب دي هتكون آخر يعني مرة لظهور الدرع المصري القديم، والمفروض يعني يبقى فيه الدرع الجديد، هو وصل ولا لسه؟ هو بفضل ربنا حتى الآن إن في عندنا دلوقتي درع الدوري القديم هو اللي هيتم تسليمه اليوم مساء اليوم، ولكن الدرع الجديد هيبقى يعني قدام، يعني هيتم تسليمه وتصميمه، لسه ما تمش طبعا وصوله حتى الان، لكن هيتم تسليمه مع يعني في الدوري الجديد، يعني النسخه القادمه هكذا يعني. لكن طبعا الدرع القديم انا بقول الرؤيه، لان احنا كنقاد رياضيين ايضا لنا رؤيه محدده، ان لو احنا بنشوف الدوري الانجليزي او اي بطوله اوروبيه اخرى، الدرع ما بيتغيرش، الدرع ما بيتغيرش الا من الممكن يتم حفر عليه مثلا البطل الاخير او حتى إضافة أرقام معينة، لكن الدرع في حد ذاته ماركة مسجلة تباع حتى شعاره يباع، يعني يباع ويتم تسويقه. لكن أنا ما شايفش مبرر الدرع الجديد اللي هو أصلا هم بيشيدوا بيه طبعا، إن معمول من 12 كيلو ارتفاعه 34 سنتي من الفضة الخالصة،
كل ده شيء كويس يعني. حتى لما تم تصنيعه برا مصر، طب انت بيتم تصنيعه برا مصر ليه؟ كان عندك يعني الـ 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 الناس اللي هي كفاءات كبيره جدا جدا صحيح. جدا في كل المجالات، بما في الاقتصاد، بما في حتى بتروت الانفاق هناك في اوروبا، حتى بريطانيا نفسها بعض العدد من الاتوبيسات المصممه هناك اللي هي دورين او هكذا، او حتى دور واحد مصممه هنا في مصر يعني تصميم مصري. بس يعني دكتور يعني لو عايز اسال حضرتك شيء كويس يعني مش هنقول حاجه غير كده. هسالك يا دكتور على اهم الصفقات المبرمه في الوقت الحالي، ومبروك لامام عاشور يا كابتن. الله يبارك فيك ايها المذيع والاعلام الراقي. انا ما اقصدش يا دكتور، حضرتك قعدت تتكلم عن المباراه النهارده على الاهلي وحرس الحدود والتاريخ وما ذكرتش الزمالك في جمله يعني. ما هو انت ما سالتنيش. الزمالك طبعا ده فريق عظيم وعريق طبعا، وكلنا بنحب اداؤه لان اداؤه يعني رائع جدا، لكن طبعا عمر ما في فرقه تفوز بالدوري كل صحيح. موسم ولا تفوز بالكاس كل موسم وهكذا. لكن الزمالك 14 بطولة دوري زائد عشرات البطولات المحلية وغير المحلية، فده طبعا ده بيسعدنا الزمالك لما يفوز بالبطولة الأفرو آسيوية، لما يفوز ببطولات أفريقيا، البطولات العربية. ونتمنى للزمالك إن هو يفوق من كبوته الحالية أو حتى تراجع نتائجه حاليا في البطولة العربية اللي هتبدأ صحيح. خلال أيام بإذن الله في السعودية، ويبقى مشرف لمصر ويقدم وجه اخر للكره المصريه، وجه محترم، وجه جميل. واحنا ده عادتنا بنادي الزمالك يعني، حتى في عز الامور الصعبه والظروف الصعبه اللي بيمر بها نادي الزمالك، لا بلاقيه بيبدع بيتالق، بلاقي اداء برازيلي جوه الملعب وهكذا، بلاقي لاعبته بتتحد مع بعض في تقديم الاجمل والاروع وهكذا يعني. طب بالنسبه للصفقات اتفضل يا دكتور. طبعا انا جاتني شرف يا زميلي ان احنا التقينا مع بعض قبل كده في القناه، في هذه القناه العريقه، طبعا كان لقاء ودي تماما، وبحب اقول لك انت زملكاوي كمين. يا رب يخليك يا دكتور، ده وسام على صدري. دكتور مدحت، عايزين نروح للتعديلات اللي حطيتها. طب ندخل الصفقات الاول. طب اتفضل يا دكتور. بسرعه فائقه الصفقات عشان ايه الناس تبقى سعيده وتستفيد من هذه المعلومات الجديده تعتبر يعني. في طبعا حاليا في الميركاتو الصيفي بالنسبه للنادي الاهلي، الاهلي حصل على توقيع حسب الصفقه الوحيده حتى الان بالحصول على توقيع امام عاشور لاعب الزمالك وميتلاند الدنماركي السابق لمده 5 مواسم مقابل 3 ملايين دولار للنادي الدنماركي و14 مليون جنيه مليون للاعب كراتب سنوي. بالنسبه للاهلي كمان اقترب من ضم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم جيونبيك هونداي الكوري الجنوبي بعد وصول المفاوضات لمراحل يعتبر متقدمه، وفي حاله التعاقد مع سوزا سيكون المقابل 900,000 دولار للاعب نفسه، وفي نفس التوقيت 650,000 دولار للنادي الكوري الجنوبي. فعندنا برضه مفاوضات كبيره حتى الان، ويقترب رضا سليم لاعب نادي الجيش الملكي المغربي، وهو نفس اللاعب ده هو هدف رئيسي للنادي الاهلي اللي بيسعى الاهلي لتدعيم صفوفه به. وما تزال صفقه محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ثنائي فيوتشر يعني حائره حتى الان بسبب المطالبات الماديه اللي هي تعتبر مرتفعه شويه في بعض الاحيان من جانب مسؤول فيوتشر، والاهلي بيدرس الدخول في صفقات تبادليه مع فيوتشر واستمرار بعض لاعبيه المعارين مثل سعد سمير هذا اللاعب الكبير مقابل اتمام التعاقد مع مرعي وبوبو. حتى الان برضو على رادار النادي الاهلي احد مواهب المنتخب الجامبي للشباب تحت 20 سنه وهكذا يعني. برضو نقول الخبر طيب الكل اللي ممكن يكون عارفه بس بنؤكد عليه، لان تمديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي حتى عام 2026.
طيب بما يعني ان حضرتك بقى بتتكلم عن الصفقات فعايزين بقى نوضح للناس يعني انضمام امام عاشور لخط النص في الاهلي هيزيدوا قوه ولا حضرتك شايف الصفقه ازاي؟ انا شايف الصفقه اكثرها اعلاميا يعني، لكن طبعا الاهلي طبعا لو احنا بصينا ونظرنا على مستوى الناشئين والشباب لا الاهلي بيصرف ملايين على هذه المواهب، لكن طبعا انا مع طبعا تجديد الصفوف في حاله يعني مثلا لو اي نادي محتاج مثلا دعم صفوفه في مركز معين، لكن انا طبعا يعني مثلا انا لي اراء محدده يعني مثلا حتى دي هذه الاراء خدت جوائز من كاب الصحفيين السنه دي وقبل كده كمان كذا مره لفضل ربنا طبعا، لكن انا هذه الاراء دي بتبقى صريحه وواضحه. انا دلوقتي بصرف على قطاعات الناشئين في الاهلي في الزمالك في الاسماعيلي في اي نادي على مستوى ال 18 نادي وغير هذه الانديه ال 18 اللي هي بتمثل الدوري العام، طب انا بصرف ملايين ليه؟ ما دام انا بعتمد على اللاعب التكوي، ما انا عندي مثلا قطاعات الناشئين وقطاعات الشباب والناشئين. انا مثلا عندك الحارس اللي هو علاء حمزه علاء على سبيل المثال. حمزه علاء ده الحارس يعتبر الرابع في النادي الاهلي، لكن هو كان الحارس الاول في بطوله افريقيا للمنتخبات الاولمبيه اللي هو بالنسبة للمنتخبات الأولمبية في البطولة بتاعت أفريقيا اللي هي صعدنا فيها للأولمبيات وخدنا فيها مركز ثاني. صحيح. ده هو أحسن حارس في البطولة. فليه ما احنا عندنا يعني مثلا نتكلم على اللاعبين والقطاعات الشباب والناشئين وتحت 23 سنة لا ما عندنا اللعيبة فليه احنا بنعمل كل هذه الصفقات اللي بتكلف ملايين في الأهلي في الزمالك في الإسماعيلي أصلا ده انت حتى الان يعني بتدخل الامور في عشرات ومئات الملايين في كل فرقه من ضمن ال 18 طب ما احنا بنصرف يعني ملايين اخرى بدل ما احنا بنصرف على هذا الامر لكن احنا بنصرف في النتاج الناشئين في كل الانديه دي. ثاني شيء هو انا لما بفوز بالدوري العام واصلا انت من اربع خمس سنين كان اللي بيفوز بالدوري بياخد 14 مليون جنيه الكلام ده من اكثر من خمس سنين الثاني بياخد 11 ونص طب انت دلوقتي اصلا حتى الفوز بالدوري متكتم عليه بياخد كام مثلا النادي اللي بيفوز بيه طب هو انا اصرف بعشرات الملايين علشان اخد مثلا 14 مليون او 15 او حتى 20 مليون صحيح مش فاهم يعني امور نتمنى فيها التحسن نتمنى فيها كل شيء كويس ان شاء الله يعني دكتور تبقى الامور في افضل حال. مبروك مره تاني للاهلي. بشكر دكتورنا الغالي الدكتور مدحت رشدي نائب رئيس تحرير اخبار اليوم والمحلل الرياضي. مشاهدينا مكملين مع حضراتكم فقره الاخبار لكن بعد الفاصل. ببقى واقف ليكي سد ما بسيبش فرصه لاي حد يمس حبه من ترابك انا اللي عمري ما يوم ضعفت عزمتي صخر وكتبت اسمي بكل فخر في كل صفحه من كتابك احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب ضحيت زمان وهضحي تاني ومستعد وتشد ريح الدنيا شاب صالب في طولي ما انحنيتش يفديك دمي وانت عارفة دمي حر والعرض لسه مستمر لسه الحكاية ما انتهتش احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا لو تحتاجينا بتلاقينا دا
دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة في كل ود وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا، دايما هنا شرطة وشعب. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف ان مصر طول عمرها اصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا، دايما هنا شرطة وشعب. احنا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك، واقفين معاك بروح وقلب. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا، دايما هنا شرطة وشعب. أهلا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. انتشر دلوقتي عن الذكاء الاصطناعي، إيه هو الذكاء الاصطناعي؟ وبقت الناس كلها يعني عايزة تعرف أكتر إيه هو الذكاء الاصطناعي. ده حاجة بتحاربني أنا شخصيا، ولا ده إيه؟ ده العقل الإلكتروني. يعني إيه عقل إلكتروني؟ يعني ده هياخد مكاني. فعلشان كده المجلس الأمن الدولي ناقش أمس يعني المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وتضمنت الجلسة المنظمة المختصة بالنظر في القضايا اللي بتهدد الأمن والسلم الدوليين، الطفرة الكبيرة اللي شهدها المجتمع التقني، ولو كانت دي بتشكل تهديد على البشرية ولا لا. احنا التفاصيل اكتر هيكون معانا المهندس حسام الدين مصطفى، عضو غرفة صناعة التكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. صباح الخير يا فندم. صباح النور، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني دلوقتي بقى الدنيا يعني متلخبطه. انا بتشوف صور اللي هو مثلا ولادك في المستقبل، او بتشوف حاجات بقى كتيره اللي هي في الذكاء الاصطناعي. ايه هو الذكاء الاصطناعي يا فندم؟ تمام، خلينا نصبح عليك وعلى الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. نوضح اساسا ان الذكاء الاصطناعي هو تطور طبيعي للتكنولوجيا والتحول الرقمي في العالم. تمام. الذكاء الاصطناعي في الاساس هو عباره عن برمجيات وتقنيات اتعملت عشان تحاكي الذكاء البشري بشكل معين. الذكاء الاصطناعي بيحاكي الذكاء البشري في ان هو يقدر يحل مشكلات، يعالج بيانات، يقوم بمهام تقليديه. ده كان اساس العمل الذكاء الاصطناعي. لكن طبعا اتطور بشكل ضخم جدا، ان هو بدا يدخل في الصناعات، بدا يدخل في الطب، بدا يدخل في حتى العلاج النفسي، بدا يدخل في التصميم وفي الفن. اصبح الذكاء الاصطناعي حاليا في ثوره، احنا بنتكلم عن ان في ثوره الذكاء الاصطناعي. كل التكنولوجيا ليها ايجابياتها وليها سلبياتها. الذكاء الاصطناعي هو تطور طبيعي تكنولوجي، المبرمجين قاموا بعملوا ما يسمى بالخوارزميات. الخوارزميات اللي هي ايه؟ هي سلسله التعليمات اللي بيديها للاجهزه، للالات، للكمبيوتر، وهي نفسها بتطور نفسها بنفسها بناء على المعلومات او البيانات اللي تدخل للاله عن طريق شركات البرمجيات اللي بتعمل في الذكاء الاصطناعي. فيبقى نقول اخر حاجه ان الذكاء الاصطناعي هي عبارة عن برامج بتحاكي الذكاء البشري. صحيح. دكتور براء، حب حضرتك.
اهلا بيك صباح الخير. هي فندم اسال حضرتك سؤال، وهو في احصائيات بتقول ان في فتره قريبه جدا 60% من اجمالي العماله على مستوى العالم هيتم الاستغناء عنها، وانا بتكلم عن الذكاء الاصطناعي، وبتكلم من اواخر الثمانينات واوائل التسعينات في طفره كبيره في انترنت الاشياء والاجسام والتطور الطبيعي اللي بقى دلوقتي في الذكاء الاصطناعي، واحنا شفنا في مجالات كتيره الموضوع بقى في تطور اسرع مما كنا نتوقع. الخطر اللي بيهدد العمالة والأيدي العاملة على مستوى العالم، إزاي نقدر نتعامل مع الموضوع ده يا فندم؟ تمام. طيب خلينا، هو في سيناريوهين. السيناريو الأول بيقول إن إحنا هنستبدل الإنسان بالآلة، وده مستبعد. تمام. السيناريو السليم من وجهة نظري أنا إن يحصل تكامل ما بين الإنسان وما بين الآلة، يعني ما يديش فرصة للروبوتات والذكاء الصناعي تدخله إن يسيطر على الإنسان. ما ده مش مهندس بقى موجود في أرض الواقع، وأنا لو عندي 10 عمال هقدر أستبدلهم بواحد، فده أوريدي بقى موجود. ده في إيه بقى؟ أنا هقول لك إيه اللي حاصل دلوقتي في العالم كله. أنا بقدر أستبدل في الوظائف التقليدية. أيوه. يعني أنا عندي عامل في مصنع دوره مثلا إن هو يعمل علبه او ازازه ميه، تمام. في ماكينات بتقوم بالدور ده، صحيح. في تعبئه، في ماكينات بتقوم بالتعبئه، لكن هل الماكينه هي اللي بتدير؟ لا. هل الماكينه لو عطلت هي هتصلح نفسها بنفسها؟ لا. خلينا نقول ان احنا دايما كبشر دايما بنبتكر وظائف جديده طول الوقت وبنطور من نفسنا طول الوقت. نعمل ايه علشان نحد من عمليه استبداد الانسان بالاله؟ ان يحصل عمليه تطوير مستمر للايدي العامله، تطوير مستمر للقوى البشريه والموارد البشريه، لكن ما نغفلش ابدا ان التطور التكنولوجي هو في الاساس هو مفيد للعالم كله، بغض النظر عن ان احنا بنقول ان في بعض المهام هتستغنى عن عامل او عن موظف وهحط بداله ذكاء اصطناعي او اله. احنا فينا ان احنا نطور القوى البشريه والموارد البشريه علشان تفوق الآلة، وهي اللي بتوجه الآلة، يعني في آخر الإنسان هو اللي بيوجه، صحيح. وهو اللي بيصنع الذكاء الاصطناعي، هو بيصنع التحول، صحيح. طيب يا باشمهندس، يعني دلوقتي بقى في الأمن السيبراني والتهديد اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي للأمن والسلم، وزي ما اتقال أو زي ما تضمنت الجلسة، ليه دلوقتي بقى الذكاء الاصطناعي ليه تأثير سلبي؟ هقول لحضرتك، هم طبعا في مجلس الامن دي اول جلسه رسميه يتم النقاش فيها حول الذكاء الاصطناعي وتاثيره، لان اصبح بوضوح في مخاطر فعلا من الذكاء الاصطناعي والخطوره الحقيقيه والقلق العالمي للدوله، ومجلس الامن ناقش الكلام ده عن ان يبقى في تفاعل بين الذكاء الاصطناعي والاسلحه النوويه، ويكون في تفاعل بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيويه والروبوتات، وان فعلا في هجمات مدعومه بالذكاء الاصطناعي بتتم على الامم المتحده هدفها تعطيل على عمليه السلام. فالذكاء الاصطناعي اصبح فيه خطوره على الامن الدولي على كل حال، واصبح فيه خطوره ان يتم التفاعل بالذكاء الاصطناعي ما بين تفاعل نووي، اصبح ان الماشين هي اللي تتحكم حتى في المفاعلات النوويه، وطبعا اخطر ما يمكن. صحيح. الأمم المتحدة عليها إن هي تبتدي تحط تشريعات، تحط قوانين، تحط ضوابط لجميع شركات الذكاء الاصطناعي. صحيح. إن الدول تتكاتف مع بعضها، لأن أنا مش موجود في العالم لوحدي، أنا كدولة مش موجود في العالم لوحدي. ولكن يا باشمهندس، حجم المخاطر هنا يا باشمهندس بقت أكبر، وإحنا شفنا أمثلة قبل كده قبل الطفرة الكبيرة في الذكاء الاصطناعي، إن في بعض الأمور بيحصل هاكر مثلا على جهاز تنظيم ضربات القلب، احنا شفنا حادثه شهيره طبعا للنائب الرئيس الامريكي قبل كده، وشفنا دلوقتي ان الامور ممكن توصل ان انا اوقف كهرباء عن دوله او الموضوع بقى فيه تطور، وكمان في الهاكرز دلوقتي بقى الموضوع اسرع بكتير غير الامور التقليديه الكلاسيكيه العاديه. نوضح ايه يا حبيبي؟ اصبح انت في ملايين المحاولات بتتم باستخدام الذكاء الاصطناعي، لان انت حطيت برمجيات معينه بتفوق ذكاء البشر، صحيح. في عمليات
الاختراقات. فانت المحاولات المستمره، تخيل انت في جهاز كمبيوتر او روبوت هو اللي قاعد يعمل المحاوله، فهو لا هيكل ولا يمل من المحاولات المستمره. صحيح. وبتكنولوجيا عاليه ومتطوره. لكن معلش احنا بدل ما اتكلمنا عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وعن سلبيات الذكاء الاصطناعي، خلينا نتكلم عن تجربه الفيسبوك ان هو كان يعمل روبوتات الدردشه التفاعليه. 2017 قرروا اداره الفيسبوك ان هم يعملوا روبوت تفاعلي، يعني روبوتات تتفاعل مع بعضها، يبقى في تفاوض وتبادل بعض الامور التجاريه. فكان التفاوض يتعامل باللغه الانجليزيه، فالروبوتات مع بعض بتتعامل بلغه اللغه الانجليزيه، لكن حصل خطا برمجي ما فاصبحت الروبوتات بتتعامل بلغه غير اللغه الانجليزيه، لغه مختلفه، وهم بس الروبوتات اللي فاهمين بعض. فاصبحت خارج سيطره اداره الفيسبوك. فورا طبعا خدوا قرار ووقفوا التواصل ووقفوا التعامل بالروبوتات، وده الخطر الحقيقي، ان انت تفقد السيطره على الذكاء الاصطناعي، او الذكاء الاصطناعي يبتدي يطور نفسه ويبقى اذكى مني وانا اللي مصنعه، هو ده الخطر فعلا الحقيقي. صحيح. وفي بقى حلول، يعني اكيد كل شيء ليه حلول. ومجلس الامن يعني حط بعض التدابير الوقائيه والرقابيه على كل حال يعني، واقترح ان يبقى فيه منظمه رقابيه كده زي المنظمه اللي بتراقب على الاسلحه النوويه وغيره. فاصبح الذكاء الاصطناعي واصل لمرحله انه بيعادل الخطر النووي الموجود على مستوى العالم. صحيح. صحيح. باشمهندس حسام الدين مصطفى، عضو غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كنت معانا على الهاتف يا فندم، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، كده خلصت فقرة الأخبار. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هتكون فقرة الصحافة، اللي بيسعدنا ويشرفنا يكون موجود معانا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الأحمدي عبر الهاتف. نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم من جديد، وفقرتنا دلوقتي فقرة الصحافة اللي هنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. بسعدنا ويشرفنا يكون موجود عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الأحمدي، الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع. صباح خير يا فندم، ودايما منورنا في صباح مين. صباح النور يا فندم على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين لقناة مين السادة في كل مكان. ناخد مع بعض الخبر الأول. الرئيس السيسي يتابع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستباعية،
والتوسع في شبكة الخطوط الجوية وتطوير أسطورة الطيران بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية وكذلك الموافقة على المنشآت الخدمية ذات الصلة بهذا القطاع. خليني في البداية قبل ما أتكلم عن هذا الخبر بتكلم عن يعني شركة عملاقة، شركة مصر للطيران والشركات التابعة لها، وبتكلم عن أسطول الطيران والخدمات اللي بتخصها. وكمان احنا عارفين مصر للطيران من ضمن اتحاد ستار، لمجموعة اتحاد ستار، وبنتكلم عن هذه المنظومة العملاقة، وعايزين نعرف من حضرتك تعليقك على هذا الخبر. طيب خليني بس في البداية يعني أكد لحضرتك بأن الدولة المصرية ممثلة فيها السيد الرئيس والحكومة تهتم بهذا القطاع بشكل كبير جدا، تعمل على تطويره بشكل كبير جدا مع تطوير كافة القطاعات المختلفة في الدولة. ده طبعا يعني لما يمثل هذا القطاع من أهمية كبيرة جدا بنلمسها بشكل كبير في الدولة المصرية، و يعني الاحتياج المواطن المصري دي بشكل كبير جدا وبشكل دائم جدا، بالاضافه طبعا للمجهودات الكبيره اللي بتبذلها شركه مصر للطيران زي ما حضرتك تفضلت وذكرت. خليني اقول لحضرتك بس اني يعني كان من حوالي 3 ايام بس كان شركه يعني مصر للطيران او الطيران المدني كانت اعلنت انتهاء موسم الحج ب 390 رحلة بشكل كبير جدا، ويعني كان تقريبا آخر فوج كان يعني وصل إلى الأراضي المصرية وأرض الوطن امبارح. هي يعني البيان اللي أصدرته أعلنت إن هي تم نقل أكثر من 56 ألف حاج من الحجاج المصريين والترانزيت والرحلات الخاصة، وده كان من مصاري جدة والمدينة المنورة إلى المطارات المصرية، كان على متن حوالي 240 رحلة، يصبح إجمالي عدد الرحلات اللي نقلتهم الشركة الوطنية مصر للطيران في مرحلتي الذهاب والعودة ما يقرب من 91 ألف راكب على متن 390 رحلة جوية. يعني أيضا من ضمن المجهودات الكبيرة اللي بيبذلها وزير الطيران في هذا الإطار أيضا أن تم تشغيل خط القاهرة مانشستر، وده وفق يعني الاتفاق كان تم توقيعه بين القاهرة والسفير البريطاني بالقاهرة، بين وزير الطيران المدني والسفير البريطاني في القاهرة جاريث بايلي. وأيضا يا فندم في تشغيل خط جديد كمان من القاهرة لمطار نيويورك بالإضافة للقاهرة نيويورك، ده برضو خط لسه جديد شغال خلال أيام، وبرضو يعني هذا العمل العملاق يعني. بالضبط زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، هو يعني في مجهودات كبيره بتبذل من الدوله المصريه في هذا القطاع، في مجهودات بتبذل من الدوله المصريه لتطوير قطاع الطيران بشكل كبير جدا، ده يعني لما نحن نلمسه من اهميه القطاع بالنسبه للمصريين. صحيح. تحياتي لحضرتك أستاذ محمد، وهنروح مع بعض للخبر اللي بعده. رئيس الوزراء يستعرض تصورات زيادة الغرف الفندقية من أجل الوصول ل 30 مليون سائح، ومدبولي يقترح استغلال المباني الحكومية الخالية والاستفادة من جزر البحر الأحمر. تفاصيل الخبر بتقول عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة اجتماعا لبحث صياغة رؤية مستقبلية للنهوض بقطاع السياحة وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، ده بالتعاون مع مجموعة المستثمرين السياحيين في القطاع الخاص بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والأثار وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين. يعني إعلان الحكومة الاستعداد للشراكة مع المستثمرين السياحيين، ده طبعا في ظل حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة خاصة وإنها قطاع حيوي. حضرتك شايف الخبر إزاي يا فندم؟ طيب يعني خلينا في البداية أكد على الدور الكبير اللي بتلعبه السياحة في نهوض الدولة المصرية، والدور الكبير اللي بتلعبه السياحة في الاستثمار بشكل كبير جدا وحل أزمات كثيرة جدا موجودة في المجتمع، وكيفية أيضا استغلال إن مصر يعني بها فيها يعني مدينة واحدة ولا مدينة الأقصر اللي هي فيها أكثر من 30 أثار العالم، في أماكن كثيرة جدا موجودة في مصر غنية
الآثار، فإذا السياحة المصرية هي سياحة مهمة جدا بالنسبة للسائح في العالم بشكل كبير جدا. اتجاه الدولة لاستغلال يعني المباني الخالية وإن هي تكون مثلا غرف فندقية، هي فكرة يعني اهتمام الدولة بالقطاع ده بشكل كبير جدا، وفكرة البحث عن حلول خارج الصندوق. يعني كان المقصود ان هي بتحدد حاليا الخريطه السياحيه علشان يتم تطويرها خلال الفتره اللي جايه. خلينا اقول لحضرتك برضو ان مدينه زي مدينه شرم الشيخ في انطلاقه كبيره جدا بتحصل فيها، وفي مجهود بيحصل بشكل كبير جدا في البحر الاحمر والساحل الشمالي. ويعني خلينا اقول لحضرتك ان احنا يعني تقريبا محتاجين حوالي 100,000 غرفة فندقية جديدة وإدخال غرف خارج نطاق الخدمة للعمل مرة أخرى علشان يتم استيعاب يعني عدد كبير جدا من السياح بشكل كبير جدا، وإن يكون في تطوير بشكل يعني ملحوظ لقطاع السياحة في مصر، لأن ده طبعا من أهم القطاعات اللي تعتمد عليها الدول بشكل كبير جدا في مصدر الدخل. فاحنا عندنا يعني موارد كتيرة جدا لابد ان احنا نستغلها، عندنا اثار كتير جدا لابد ان احنا نستغلها، عندنا يعني ما يجذب السائح في العالم الى مصر بشكل كبير جدا. فاتجاه الدوله لتوفير الغرف الفندقيه وتطوير هذا القطاع هو ياتي في الاساس بشكل كبير جدا لما تمثله قطاع السياحه من ان هو مصدر من اهم مصادر الدخل في الدوله. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. مدبولي يتابع مع وزير الاتصالات استراتيجية مصر الرقمية لصناعة الطحين. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة استراتيجية مصر الرقمية لتصنيع الطحين. وفي مستهل اللقاء أشار رئيس مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة مستجدات الاستراتيجية التي تهدف إلى مضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجية المعلومات العابرة للحدود، وتعزيز تنافس مصر في مجال البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة، بما يساهم في تسريع وتيرة نمو اقتصاد المعرفة. يمكن في نفس الاجتماع بنشهد هنا في طفرة كبيرة في مصر. عايزين في البداية بس نقول ونشيد النقلة اللي فيها مصر دلوقتي فيما يخص التحول الرقمي، وأيضا الخدمات التكنولوجية اللي مش موجودة بس في مصر، اللي كمان نسعى للتصدير بشكل كبير. ولو فتحنا الملف ده واتكلمنا فيه باستفاضة هنعرف ان في طفرة ونقلة كبيرة مصر بتمر بيها. تعليقك يا فندم على الخبر. طيب خليني أبدأ مع حضرتك برضو باني يعني قطاع الاتصالات برضو من أهم القطاعات المهمة في الدولة المصرية، واللي بتوليها الدولة المصرية والحكومة المصرية اهتمام كبير جدا لا تقل أهمية عن أهمية قطاع السياحة أو الطيران المدني بشكل كبير جدا. المجهودات اللي بتبذلها الدولة المصرية في هذا الإطار هي يعني بشكل يومي في تطوير يعني قطاع الاتصالات. خلينا أقول لحضرتك برضو أني يعني الجهود الكبيرة اللي بتبذلها وزارة الاتصالات في هذا الإطار لبناء مصر الرقمية ده كان عن طريق إن هو في تنفيذ لعدد كبير جدا من المشروعات بتستهدف الدفع بمثيل التحول الرقمي في جميع المجالات، وعلشان يكون في جذب استثمارات أجنبية بشكل كبير جدا. يعني ده في إطار الخدمات اللي بتقدمها الوزارة كفاءة عليها من خلال بنية رقمية مؤمنة تم تنفيذ عدد من المشروعات في تطوير البنية الرقمية، كان أبرزها تنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات باستثمارات وصلت ل 100 مليار جنيه في مرحلها الأولى علشان يكون في تحسين لشبكات الاتصالات وتطوير للبنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية. ده حصل إزاي؟ ده حصل يعني اعتمادا على احدث التقنيات العالميه في هذا المجال والمتمثله في تكنولوجيا الاليات الضوئيه، واثمرت الجهود المبذوله في حسابات الانترنت عن تقدم في مصر في سرعه الانترنت الثابت علشان نكون المركز الاول في قاره افريقيا مقارنه بالمركز الأربعين في مطلع 2019، وذلك وفقا لشركه اوكلا العالميه.
خليني اقول لحضرتك برضو ان يعني تم تنفيذ مشروع ربط جميع المباني الحكوميه البالغ عددها حوالي 31.5 ألف مبنى حكومي على مستوى الجمهوريه بشبكه الالياف الضوئيه، وده علشان يكون في ضمان لاستقرار الخدمه بشكل كبير جدا واستمرارها حتى في حال انقطاع الانترنت. وده تم حتى الان ربط حوالي 18 ألف مبنى حكومي بالشبكه دي، وجاري العمل على استكمال ربط باقي المباني، وده ضمن خطط بناء مصر الرقميه ودعم التحول الرقمي. صحيح. هنروح للخبر اللي بعده استاذ محمد، وهي امريكا تتعهد بحصول اوكرانيا على ما تحتاجه لمقاومه روسيا. تفاصيل الخبر بتقول أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستبذل إلى جانب حلفائها وشركائها قصارى جهدها لضمان حصول أوكرانيا على كل ما تحتاجه لمقاومة التدخل العسكري الروسي. وأشار أوستن إلى أن أوكرانيا ألهمت العالم بشجاعتها وروحها في مواجهة التدخل العسكري الروسي، شدد على أن الشعب الأوكراني أظهر مرونة عميقة في مواجهة القسوة الشديدة، وأن القوات الأوكرانية وصلت القتال ببسالة للدفاع عن مواطنيها وبلدهم. يعني في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة، الولايات المتحدة أعلنت في الأونة الأخيرة دعمها بشكل كبير لأوكرانيا لمقاومة روسيا. عايزين تعليق حضرتك على الخبر يا فندم. طيب خلينا ابدا مع حضرتك بس، لاني يعني استمرار الازمه الروسيه الاوكرانيه الخاسر منها بشكل كبير جدا هي الشعوب، الخاسر منها بشكل كبير جدا هي الدول اللي كانت بتستفيد كلا الدولتين في مجال التصدير ومجال الاستيراد، الخاسر منها بشكل كبير جدا يعني بيكون المواطن البسيط سواء كان في هذه الدول او في الدول المستفيده منها. الابتزاز اللي احنا بنشوفه طوال الوقت من الجانب الامريكي او من الدول الاوروبيه، وان هي طول الوقت بتؤكد لاوكرانيا انها يعني بتمدها في سلاح وانها معها في الحرب وغيره، لكن يعني بنشوف ده في ظل تصريحات، بنشوف ده في ظل يعني حملات دعم معنوي وغيره، لكن في النهايه هو يعني غير مجدي بالمره، هو ما بيحلش الازمه بالمره. الحل الوحيد للازمه الروسيه الاوكرانيه هو الجلوس معا على مائده واحده، هو الحوار والتفاوض بشكل كبير جدا، وده يعني لن يتم بطرف واحد، لابد ان يكون الطرفين معا حتى لو في وساطه دوليه في هذا الاطار. فالابتزاز اللي احنا بنشوفه من جانب الدول الاوروبيه او الولايات المتحده الامريكيه او غيره هو بيضر بالازمه مش بيزيد من حلها يعني. صحيح. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده، والخبر اللي بعده ردا على التصريح الاول بيقول كرملين بيحذر من استئناف اتفاق الحبوب بدون روسيا في اعقاب قرار روسيا الذي قبل بانتقاد شديد بعدم تجديد اتفاق دولي يتيح تصدير الحبوب من أوكرانيا، حذر الكرملين دول المشاركة الأخرى في اتفاق من محاولة تطبيق الاتفاق بمفردهم بدون موسكو. وقال المتحدث الرسمي ديمتري بيسكوف أن أي محاولات لاستمرار في اتفاق الحبوب بدون مشاركة روسية سوف يؤدي لمخاطر، لأن ممر الحبوب قريب من منطقة القتال في أوكرانيا. وزي ما حضرتك كنت بتعلق من شوية، وما زالت الأزمة مستمر، وطبعا هنا الأزمة طالت الجميع وهتطول الجميع كمان، يعني بعد غلق الممر الإنساني المائي للتصدير واستيراد الحبوب، ويعني المنفذ الوحيد عايز أقول للعالم طبعا، وتصريحات من الغرب وتصريحات من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا تصريحات من أوكرانيا وتصريحات من روسيا، والأمر يزداد سوءا. تعليق حضرتك. طيب خلينا أقول لحضرتك في البداية اني يعني للاسف اوكرانيا طول الوقت بتخسر يعني تعاطف بشكل كبير جدا، بيكون دايما من خلال بعض السياسات الاستباقيه. اوكرانيا استغلت الممر الحكومي اللي موجود في البحر الاسود لاغراض عسكريه زي ما قال الكامل، ان الدول الافريقيه اللي هي اكثر فقرا لم تستفيد من اتفاق تصدير الحبوب الاوكرانيه. يعني الكرملين اوضح ايضا ان اقتراح اوكرانيا مواصله تصدير الحبوب دون موافقه روسيا ده طبعا بينطوي عليه مخاطر بشكل كبير جدا. صحيح.
الاتفاق الخاص بتنظيم الحقوق عبر الكراسي السوق ساري يوم 17 يوليو ده كان في تصريحات للكريملين واتكلم ديمتري بيسكوف ان الاتفاق بالفعل انتهى عمليا وان موسكو مستعده للعوده اليه فورا عندما تلبي شروطها. فبالتالي هو يعني زي ما احنا قلنا ان ما فيش حل للمشكله غير بلغه الحوار بلغه التفاوض بلغه المجلس على طاوله واحده حتى يكون هناك حل لكل المشكلات المتعلقه بروسيا واوكرانيا وحل لكل المشكلات الموجوده بالعالم. الحوار ثم الحوار ثم الحوار. صحيح. بخبر النزاع الاوكراني الروسي بيكون ده اخر خبر. بشكر الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الاحمدي الكاتب بجريده اليوم السابع. مشاهدينا كده خلصت فقرة الصحافة، وصلنا مع حضراتكم لفقرتنا الثالثة والأخيرة وهي هتكون فقرة اقتصادية. في فبراير الماضي رئيس الوزراء طرح 32 شركة مملوكة للدولة المستثمرين استراتيجية دي تعمل على توفير النقد في إطار النقد الأجنبي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة. ده برنامج الطروحات، احنا هنعرف اكتر عن برنامج الطروحات لكن بعد الفاصل، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم مره تانية وفقرتنا الثالثه والاخيره. الحكومه بتسعى حاليا ان هي يعني تساعد أو تشارك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، علشان كده عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمر صحفي موسع بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية. احنا التفاصيل أكتر عن برنامج الطروحات، ايه هو برنامج الطروحات وايه أهميته ويعني ايه برنامج الطروحات جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة. ده هيكون معانا دكتور أسامة مرزوق خبير التشريعات الاقتصادية والتجارية علشان يعرفنا التفاصيل أكتر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير أستاذ المشاهدين. صباح الخير يا دكتور ودايما منورنا بصباح مين. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني فبراير الماضي تم طرح 32 شركة أو اقتراح 32 شركة دول مملوكين للدولة كاستثمار واستراتيجية لتوفير النقد الأجنبي، يعني الحكومة بتعمل على برنامج الطروحات وكان المفروض في 30 يونيو تظهر النتائج. وصلنا لإيه؟ إيه هو برنامج الطروحات يا فندم؟ خلينا بس نوضح للسادة المشاهدين في الأول كده يعني ايه برنامج طروحات ويعني ايه الدوله مثلا طرحت 32 شركه. كل الدول دلوقتي بتسعى جاهده لحاجه واحده بس، انها تدخل مستثمرين او تزود عدد الاستثمار بالنسبه لها او تعمل شراكات او تخش مثلا في معادلات اقتصاديه مع كيانات كبيره جدا عشان تقدر توفر عمله وتقدر تزود حجم الاستثمار لداخل البلد. كتير جدا من الدول بدات الموضوع ده انها بتبيع بعض الشركات ذات الاصول الحكوميه وتقدر تعمل لها اعاده تقييم بعد ما هي وصلت الشركات دي انها تبقى شركات ناجحه بتقدم دخل مثلا عشان تقدر من خلال الطروحات دي يعني يا اما حاجه من اثنين، يا اما تطرحها في البورصه يا اما تدخل شريك اجنبي بمكون دولاري او تدخل شريك محلي بمكون دولاري يقدر يوفر عمله صعبه بالنسبه للاقتصاد المصري. مؤخرا مصر اعلنت عن مجموعه من الطروحات، مجموعه من الشركات يسبقها طبعا بعض الاليات وبعض الحدود المعينه اللي احنا مفيش داعي ان احنا نوضحها للمشاهدين. المهم ان الاساس بالنسبه لنا ان ال 32 شركه دول هيوفروا او هيدخلوا استثمارات للدوله لا تقل عن حوالي 2 مليار دولار. ال 2 مليار دولار دول هيساعدوا الدوله انها توفر الخدمات بتاعتها، هيدخل استثمارات، هيخلي الدوله تخش في انشطه ثانيه، هيوفي بعض الالتزامات الخاصه بالدوله. طيب كل ده هيدخلني في منظومه ثانيه، ايه المنظومه الثانيه؟ ان انا دوله نجحت انها توصل ل 32 شركه دول ان انا اجيب مساهم من بره او مساهم محلي او مساهم اجنبي اقول له تعالى تفضل لو سمحت انا عندي استثمار كويس، تعالى خد الشركه بتاعتي دي، تعالى استثمر معايا فيها ايا كانت النسبه اللي هيخش فيها، لان المستثمر لو الشركه دي مش مظبوطه او خسرانه عمره في حياته ما هيخش او هيغامر بفلوسه ويخش في برنامج الطروحات او يخش في اي شركه. لما الدوله طرحت الطروحات دي كلها
ابتدينا نخش بعد كده في مفاضله بين الشركات اللي هتخش في شراكه معايا، ابتدينا نخش مفاضله مع النسب اللي هتخش معايا بنسبه كبيره. ده مش اول طروحات هتتم، لا في طروحات ثانيه هتتم، واخد بال حضرتك؟ والدوله لما بدات الطروحات دي كان نظرتها معينه انها بعض الانشطه هترفع ايدها منها عشان هتسيبها للمكون الخاص، المكون الخاص هو اللي هيشتغل فيها، وابتدت بالفعل تقدم خدمات ملموسه في هذا الامر بالنسبه للشخص العادي اللي عايز يستثمر وبالنسبه للمستثمر الاجنبي اللي جاي من بره. صحيح. دكتور عايز اسال حضرتك، هو ده حضرتك شايف ان ده وقت مناسب لجذب استثمارات جديده فيما يخص الطروحات اللي هتكون في البورصه ان شاء الله؟ يا فندم لسه يعني احنا اخذنا على سبيل المثال تركيا لسه عامله طروحاتها الاسبوع اللي فات، ورئيس الدوله راح يعمل في زياره دلوقتي لمجموعه من الدول العربيه عشان الطروحات التركيه برضه، لان تركيا عندها برضه نفس المشكله اللي بتواجه مصر، عشان برضه هتقدم طروحات برضه ذات الاصول الحكوميه عشان توفر العمله الصعبه، عشان توفر الاستثمار الاجنبي الامن بالنسبه لها. طب يا فندم ليه الدولة فكرت دلوقتي يعني في الوقت ده تحديدا بان هي تعمل برنامج الطروحات؟ برنامج الطروحات ده معروض الدولة عرضاه بقالها ازيد من حوالي سنتين. بس انا لما اجي اطرح شركة لازم اولا يكون في ترتيبات معينة وفي لوائح معينة وفي بنسويها حاجة اسمها القوائم المالية. انا ما ينفعش اطرح شركة مثلا للاستثمار وهي عندها مشكلة، ما ينفعش اطرح شركه للاستثمار وهي بتخسر. خد بال حضرتك ده مش نظام خصخصه احنا بنقدمه، لا، الطروحات دي مشاركه بيني وبين المستثمر الاجنبي او المستثمر المحلي او الدوله الاجنبيه. يعني ده مش معناه بيع اصول ملكيه الدوله؟ لا لا، احنا الطروحات دي حضرتك دي بنسب، انا مثلا ببيع نسبتي مثلا في شركه كذا وبدخل معايا شريك اجنبي، الشريك الاجنبي ده بنسبه مثلا 10% 20% 30% 40%. سليم؟ لكن انا ملكيه الدوله لسه ما زالت لحد الان موجوده، والوضع الدوله قائم لحد الان، الشركه نفسها مش هتتاثر باي نوع من انواع المشاركه دي، بل بالعكس ان ممكن معدل الربحيه بتاعتها يزيد، معدل الانتشار بتاعها يزيد، في هيبقى في مفاضله او نوع من انواع مثلا المكسب بالنسبه للطرفين الاثنين. صحيح. دكتور هو حضرتك قلت في يعني في خيارين ما بين ان يكون في مستثمر اجنبي ويكون شريك او عمليه الطروحات، ينفع يكون الاثنين في وقت واحد يا دكتور؟ يعني ينفع يكون في شريك وفي نفس الوقت يتم طرح الشركه في البورصه؟ والله هو الاساس بالنسبه لنا ان احنا عايزين مكون دولاري. المكون الدولاري ده يجي من مستثمر اجنبي ماشي، يجي من مستثمر مصري ماشي، يجي من دوله اجنبيه ماشي، يجي من مؤسسه دوليه ماشي، كل ده بالنسبه لي يستوي في هذا الامر بالنسبه لي، طالما هو هيقدر يوفي النسبه المعينه او هيوافق على الشروط اللي الدوله وضعتها للطروحات او هيتفقوا على سياسه معينه او النسب او الامور دي كلها، مفيش اي مشكله خالص. طب يا فندم قطاع السياحه ايه يعني واصل لايه في برنامج الطروحات؟ لان هو بيشهد طبعا اهتمام كبير جدا من الحكومه وجذب الاستثمار. قطاع السياحة برضو من ضمن الشركات المطروحة طبعا، شركة ايجيبت القبضة طبعا طرحت مجموعة من الفنادق في أسوان وفي الأقصر وفي القاهرة. الفنادق طبعا الدولة قدرت انها تعلي القيمة الأصولية بتاعتها، وقدرت ان هي تضبط القوائم المالية بتاعتها وطرحتها بالفعل، وده أول حاجة تم البيع بالنسبة لها. يعني شفنا شراكات بين شركة أجنبية وشركة أساس، وده حصل أول نوع من أنواع الإيه؟ الاتفاق. اول شركات انباعت تقريبا شركات السياحه دي ما كانش عليها مشكله، في شركه مصريه دخلت ومعاها برضو شركه اجنبيه وابتدت وحاطت رقم معين كده اتعلم في كافه الوسائل وكافه الصحف يعني. صحيح. دكتور اهم القطاعات المشاركه اللي ممكن يتم طرحها في البورصه، يعني مثلا حضرتك قلت من شويه قطاع السياحه، او ممكن هل مثلا الادويه، هل مثلا منتجات المصانع، اللي هيتم طرحه؟ والله ال 32 شركه شاملين جميع القطاعات، يعني ما فيش قطاع معين في حكر. يعني انا عندي قطاع السياحه ممثل، عندي قطاع البنوك، عندي الماليه، عندي شركات خاصه بالدوله، عندي شركات خاصه بالطرق، شركات خاصه بالاسكان، كل الحاجات دي كلها مطروحه لبرنامج الطروحات. طب يا فندم في تسع صفقات هي تمت لغايه دلوقتي، ايه هي التسع صفقات دي اللي هي طبعا من ساعه ما تم طرح البرنامج لغايه دلوقتي؟ لا، هي التسع اتفاقات دي
دي مفاوضة بين الدولة وبين الشركة أو المستثمر الأجنبي اللي داخل. سليم. وإحنا ما نقدرش نقول إيه الاتفاقات اللي تمت بالفعل اللي لازم الدولة تعلن عنها. سليم. الدولة أعلنت إن هي بالفعل باعت الجزء المخصص بالنسبة لشركة مصر بالنسبة للسياحة، بالنسبة لشركة إيجيبت اللي هي القبضة اللي هي الخاضعة لمصر للسياحة. دي بالفعل انباعت، مثلا سمعنا إنها اتباعت لشركة طلعت مصطفى ودخل معاهم شريك أجنبي ومكون أجنبي. سمعنا برضو إن البنوك اللي انباعت برضو دخل معاهم برضو شركة من الشركات الخاضعة للدول العربية. شفنا الصناديق الاستثمارية في الدول العربية برضو دخلت على شركات تانية. الطروحات لما تتم بنسبة كاملة هيتعمل بيها الدولة نفسها، هتعلن عنها وهتقول بالفعل تم طرح شركة كذا في مقابل كذا بنسبة كذا، يبقى في شفافية كاملة بالنسبة لطرح الشركات. حتى الشركات اللي هتنطرح في البورصة أنا غصب عني لازم أعلن عن القوائم بتاعتي، لازم أعلن عن وضعها، لازم أعلن عن أرباحها، لازم أعلن عن البتاع. يعني مفيش حاجة هتبقى مثلا غير محل علنية بالنسبة للكافة يعني. صحيح. دكتور، يمكن ثقافة التعامل مع البورصة، وإحنا شفنا في وقت من الأوقات كان في مجال إن المصريين يقدروا يستثمروا فلوسهم في البورصة، ولكن إحنا ما عندناش الثقافة دي. دايما عندنا ثقافة نحط فلوس في البنك أو نشتري بيها مشغولات ذهبية أو سبائك. حضرتك تنصح بإيه لو حد معاه فلوس يقدر يشارك ويقدر كمان يستثمر فلوسه في مجال البورصة؟ طيب خلينا نتكلم إن البورصة مش محل اهتمام بالنسبة للمواطن المصري. صحيح. عشان بس يبقى كلنا محل اهتمام المواطن المصري دلوقتي حاجتين اتنين، الذهب او المكون الدولاري او العقار. صحيح. اي مواطن معاه فلوس بيلجأ للثلاث حاجات دول ما بيرجعش غيرها. لكن قصه ان انا اقول للمواطن تعالى خش البورصه، اولا البورصه بالنسبه لنا احنا فيها تجهيل. المواطن العادي لحد الان ما يعرفش يعني ايه بورصه. صح. ما يعرفش هيكسب امتى. كلنا بندور على الاستثمار او الملاذ الامن عشان نحقق فيه نحافظ على اصول اموالنا. مظبوط. لكن لازم الدوله يبقى عليها عبء كبير جدا انها توفر للمواطن نفسه وتعمل توعيه وتقول له والله حضرتك انت هتخش البورصه هتعمل كذا هتسوي كذا. وانا ليا وجهه نظر في موضوع البورصه ده مهم قوي ولازم يتعمل، لو ما اتعملش اصلا مش هنعمل حاجه والمواطن مش هيخش البورصه. لازم يكون فيه وثيقه امان او تامين لاي حد بيستثمر في البورصه. طيب دكتور أسامة، حضرتك شايف إقبال المستثمرين الأجانب على برنامج الطروحات إزاي؟ والله المفاوضات شغالة مثلا بقالها فترة وشايفين إنها بنسبة كبيرة طبعا يعني قطعنا شوط كبير جدا منها، ويكاد يكون مثلا برنامج الطروحات بنسبة 70 أو 80% اكتمل يعني. وحضرتك يا دكتور شايف إن الخطوة دي جات متأخرة شوية، يعني فكرة إن الدولة بتدي تفكر إن يتم عملية الطروحات في بعض شركات مملوكة للدولة كنوع لتوفير العملة الصعبة وأيضا عملية الاستقرار، فهل الخطوة دي متأخرة يا دكتور؟ أولا إحنا موضوع قصة الطروحات دي مش متأخرة، الدولة بتعمل طروحات بالفعل بس طروحات فردية لشركات فردية ومؤسسات فردية وحصلت بالفعل قبل كده. لكن هو مني بس الكم الهائل من الشركات 32 شركة يحصل مره واحده وينطرح مره واحده، فده اللي عامل نوع من انواع الهاله بس. لكن الطروحات موجوده وبالفعل الدوله نفذت كذا شراكه مع كذا دوله وطرحت كذا منشاه وكذا منتج. سليم. لكن الكم بس الاكبر ده هو اللي عامل نوع من انواع مثلا البروباجندا شويه، او الناس كلها 32 شركه وممثلين لجميع القطاعات اللي موجوده في الدوله، فهو ده بس اللي الناس مش واخده بالها منه. طب يا دكتور احنا عايزين نبسط للناس يعني الناس البسيطة، الناس في الشارع عموما او في الكلام العامي بين الناس، اللي يقول يعني برنامج طروحات ايه ده هيبيعوا اصول الدولة، ده هيبيعوا مش عارفة ايه، الفكرة البسيطة يا فندم للناس العادية. بص يا فندم، انا في فرق بين طروحات وفي فرق بين بيع. انا لما اجي ابيع مثلا والله بقول والله يا جماعه لو سمحتوا انا عندي منشاه هيا او عندي نشاط هوا هبيعه مثلا لصندوق استثماري كذا او ابيعه لشركه كذا او ابيعه لكذا. لكن انا باجي اقول يا جماعه لو سمحتوا انا عندي الشركه، الشركه دي لو سمحتوا انا عارض نسبه مثلا 20%، طرح 20% اللي عايز يخش يستثمر معايا فيه. يعني تعتبر كاسهم مثلا او ان كمشاركه كده. ايوه ايوه. انا ما ببيعش اصول دوله، انا بقول لحضرتك لو سمحت انا عندي الشركه، الشركه دي شغاله وبتكسب، شغاله لها فروع في الحته الفلانيه ولها انتشار ولها وضع ولها كذا ولها كذا، لو سمحت حضرتك عايز تخش معايا فيها انا طارح
10% او 20% من قيمتها. فبتبتدي يحصل نوع من انواع المفاوضه، هو يقول لي لا طب 25 طب 26 طب 30 لحد في النهايه لما نوصل مثلا للايه، في النهايه للايه، للطروح اللي احنا عايزينها، ويحصل اتفاق بين الدوله وبين المواطن وبين الشخص او الشركه اللي هي هتاخد القيمه بتاعتها اللي هي الصرف بتاعها. طب ده يخدم ليه تاثير على سعر سوق الصرف؟ لا ده بالعكس، ده هيوفر لي مكون دولاري هيقلل في سعر الصرف. يعني لما نيجي نتكلم الدولار عندي ثابت بقاله فتره، لان الطروحات دي اصلا لما حصلت هتدخل مكون دولاري لخزينه الدوله، هتدخل مكون دولاري للدوله، مش هيبقى فيه ضغط على الدولار، مش هيبقى فيه ريسك بالنسبه لي موجود، فده كويس جدا. يعني احنا لو شفنا الفتره الاخيره كلها كل المنتجات نزلت. طب المنتجات دي كلها نزلت ليه؟ لان الدولار ما بقاش يعلى معايا وبقى ثابت دلوقتي. ليه؟ لان الناس كلها عارفه ان في مكون دولاري داخل وفي دولارات داخله، فاصبح دلوقتي ان الدولار سعره ثابت والمنتجات كلها ابتدت تنزل. صحيح. طب يا دكتور دلوقتي حضرتك قلت دلوقتي الطروحات هتكون بنسبه من الشركات، ولكن الموضوع مش هيتغير، يعني الموضوع مش هيجي في وقت يكون استحواذ وليس استثمار، صح كده يا دكتور؟ طيب انا بالنسبه لي انا ما عنديش مشكله مثلا ان انا اعمل شركه، الشركه دي انا عملتها من العدم. يعني انا عملت شركه من العدم وجيت قلت لحضرتك والله الشركه دي هي مثلا قيمتها 1,000,000 جنيه وانا عليت القيمه السوقيه بتاعتها خليتها 1,000,000. ايه المشكله ان انا ابيع الشركه مثلا حتى لو يحصل استحواذ كامل؟ ما انا هعمل غيرها واعمل غيرها واعمل غيرها واعمل غيرها. فدي بالنسبه لي مش ازمه. وبعدين احنا ما احنا الشركات الخاصه بالامن القومي هي دي اللي مشكله بتقرفنا وبنقول لا خلاص ما خلينا مثلا ما نعملش فيها مشكله. لكن انا عامل شركه مثلا للطرق وبعتها، طب ما اعمل شركه غيرها؟ صح. عامل عندي فندق مثلا، ما اعمل 20 فندق. يعني انا مش شايف يعني ايه المشكله في كده ان انا حضرتك بعلي القيمه بالنسبه لي؟ لا انا عايز الدوله كل يوم تعمل 50 شركه وتبيعهم باستحواذ كامل وتجيب دولار، مفيش مشكله، ده استثمار داخل الدوله وانا مستفيد بيه. صح. فكره عرض الموضوع يا دكتور وتبسيط الامور فيما يخص الاقتصاد كمان، يعني احنا يعني عايزين نقول ان احنا الف ب كدراسه الاقتصاد، زي ما حضرتك وضحت دلوقتي الفكره مبسطه جدا، يعني انا عندي مكان والمكان بيشتغل وقيمته السوقيه هبيعه برقم كبير وهكسب واقدر اعمل غيره، فايه اللي يمنع؟ اللي هيبقى فيه انتعاش للسوق وفيه استثمار اكتر وفيه جذب اكتر. انا عندي شركه، الشركه دي بتكسب بس بتكسب بعمله محليه. ماشي. فالعمله المحليه بالنسبه لي معلش انا مش محتاجها دلوقتي. صحيح. انا محتاج دولار عشان اوفي التزاماتي واوفي الخدمات بتاعتي. سليم. طيب ايه المانع ان انا اقوم واخد الشركه دي واقول لهم لو سمحتوا اتفضلوا الشركه هي، واخد المكون الدولاري بتاعي واخد الحصيله بتاعتي منها واخد نسبتي منها منها الشركه، اولا بدل ما كانت قيمتها السوقيه 1,000,000,000 بقى قيمتها 2,000,000,000. صحيح. معدل الربحيه بعد ما كانت بتكسب مثلا 50% هتكسب 60%، بدل ما لها 50 فرع هيبقى لها 100 فرع، انا مستفيد من جميع الاطر او الاتجاهات. مظبوط. دكتور أسامة احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على الشرح المبسط للمواطن يعني ايه برنامج الطروحات. كل الأسئلة اللي بتثار حول برنامج الطروحات وضحتها لنا حضرتك بشكل حلو جدا. دكتور أسامة مرزوق خبير التشريعات الاقتصادية والتجارية كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. أعزائي المشاهدين كده خلصت حلقتنا النهاردة، بشكرك نرمين وبشكر حضراتكم، وإن شاء الله هنشوفكم بكرة قبل الميعاد بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح النور. هذا البرنامج برعايه